خليني اروح لمحمد الجبري، بعت لي اهو، بعت لي بيقول ملعب اون تايم الكابتن احمد شوبير، شهر العسل بين فايلر والاهلي، المفروض انه كان هيستمر لسنوات، لكن جاءت جائحة كورونا ومن هنا بدأت الأزمة. منذ عودة فايلر والأمور ما كانتش متظبطة، حتى في أداء الفريق لم يكن في أفضل حال. الأهلي نجح معاه في إنه يتوصل لاتفاق بتجديد العقد مع وجود فترة سماح للرحيل بناء على رغبته تكون في بداية شهر أكتوبر. بداية الأزمة الحالية كانت إصرار فايلر على السفر في موعد محدد رفض تغييره. الأهلي طلب إنه يشيل بند إمكانية رحيله لكنه أيضا رفض. والحقيقة الأزمة الأكبر مش عنده، المشكلة في وكيله، مع وجود طلبات غير مبررة زي مكافأة الدوري في موعد محدد وغير، الأمر ما كانش جيد. ومن هنا بدأت أزمة الرحيل، والأمر انتهى وتم إبلاغه رسميا. إذن شوبير يؤكد انفراد محمد عراقي. فايلر بخ، شوبير يؤكد أهو اون تايم، أهو أهو يا جماعة، أهو برضه عشان ندي كل واحد حقه، وبنقول تغطية إخبارية لو حصل واللي قلناه فيها حصل، يعني هذا اجتهاد للزملاء وليس ليا. وإن لم يحدث أهو كابتن شوبير حكى، وفي النهاية الشهر العسل انتهى. والزميل محمد الجبري الأهلي أونلاين، وصفحة الأهلي أونلاين 1 وصفحة الأهلي أونلاين 2 من الصفحات اللي ليها مصادرها وأنا بثق فيها، يعني بيؤكدوا صحة الخبر اهو. كمان اهو الكابتن شوبير، الاحتمال الاول هو مدرب افريقي، وهنا ممكن نستنتج اسم كبير في افريقيا وهو موسيماني، عنده الخبرات الافريقية الكبيرة وقد يكون هو الافضل الان، وده استنتاج مش معلومة. الاحتمال الثاني مدرب اوروبي، ممكن نتكلم في تشيك، هولندا، البرتغال. الاحتمال الثالث مدرب محلي، وده تراجع جدا الآن، واحنا هنا بنتكلم عن محمد يوسف أو عماد النحاس. مانويل جوزيه اسم غير مطروح، والرجل اعتزل التدريب. يعني أعتقد أن هذا الكلام في مسك العصاية من النص، لأن أنا عندي معلومات مؤكدة في هذا الملف. موضوع مدير فني مؤقت ومرحلة مؤقتة، صرف الخطيب النظر عنه تماما، صرف الخطيب النظر عنه تماما. الحديث في مدير فني أجنبي، وهذه معلومة مؤكدة من أقرب الناس من الكابتن محمود الخطيب، لا يوسف ولا النحاس ولا أي مدير فني مصري، ولا مرحلة مؤقتة، ولا مرحلة مؤقتة، ولا مرحلة مؤقتة أهو. ولكن تحدث أن موسيماني يأتي بقوة. يبقى ان احنا نقول احنا مختلفين بس في الخبر ده، ان المدرسة تشيكية، هولندية، برتغالية. احنا بنقول هولندية، المانية، ارجنتينية، افريقية، وتأتي التشيكية في المركز الخامس. يعني في حاجات عندنا معلومات فيها، في حاجات عندنا معلومات فيها بنقولها. يعني الخبر ده بالتحديد في مسك عصاية من النص، لكن خبر فايلر 100%، وبرافو محمد عراقي، وأكدوا الكابتن أحمد شوبير.